نتعرف على أسعار السلع. نروح دلوقتي لعنبر السمك في سوق العبور مع زميلتنا نورهان عادل تقول لنا أخبار أسعار السي فود ايه. صباح الفل يا نورهان. صباح الفل يا استاذه عبيده، وصباح الفل يا استاذه رشا، وصباح الجمال على كل مشاهدين صدى البلد في كل مكان. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كاميرا صباح البلد بتنزل تعرف كل الاسعار في سوق العبور سواء خضار او فاكهه او سمك، وبنعمل تغطيه شامله لحضراتكم عشان تكونوا على درايه كامله بكل الاسعار. احنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين طبعا موجودين في احد عنابر السمك اللي موجوده في سوق العبور. هنعرف الاسعار والدنيا النهارده عامله ازاي في العنابر من الأستاذ رأفت نعيم عضو الغرف التجارية، وكمان هنعرف هل الأسعار الأسبوع ده اختلفت عن الأسبوع اللي فات. خلونا نرحب بيه. صباح الفل. صباح الخير على سادة البلد، وصباح الخير على المشاهدين، وأهلا وسهلا. خلينا في البداية بس قبل ما ندخل في الأسعار ونعرف أسعار كل حاجة موجودة النهاردة، هل في اختلاف في أسعار الأسبوع ده عن الأسبوع اللي فات؟ في اختلاف طبعا، امبارح كان بسعر والنهاردة في سعر جديد. يعني هل بالارتفاع ولا بالانخفاض؟ لا بالانخفاض، يعني النهارده السعر منخفض عن امبارح. نسبة الانخفاض قد ايه يا نورهان؟ توفر في الكمية؟ بيرجع ان الكمية زادت، امبارح الكمية كانت قليلة، النهارده زادت. طب الانخفاض ده بنسبة قد ايه مثلا؟ يعني بنسبة مثلا 10% 20%. خلينا نشوف بقى الانخفاض ده النهارده عامل ازاي في الأسعار، نبدأ بإيه؟ خلينا ناخد من هنا ونرجع لورا. دي كابوريا ذكر كانت امبارح ب 60 جنيه، النهارده انخفضت بقت ب 50. دي الحجم الايه منها؟ الحجم الوسط. كانت امبارح ب 60، النهارده ب 50. طب عندك بقيه احجامها؟ في ان شاء الله هوريك كل حاجه. طب قول لي كده معلش، يعني قول لي الكابوريا الذكر من الحجم الكبير والوسط والاصغر عامله كام؟ ده الحجم الوسط ب 50 جنيه، الحجم الكبير بيوصل امبارح كان ب 100، النهارده يساوي 80. ما هو ده الوسط مع الصغير، هي بس يعني حاجتين بس. طب والكابوريا النتي فيه؟ الكابوريا النتي هي اللي بتبقى احلى عشان بيبقى فيها بطارخ. في كابوريا نتي بس ورانا، احنا هنرجع. اهي صغيره، اهي بانت، اهي بانت. دي كابوري صغير امبارح كان ب 120، النهارده ب 100. دي السمكه الكبيره دي ايه يا نورهان؟ كان ب 120 امبارح، النهارده ب 100. شكلها وقاره كده. السمكه الكبيره دي ايه؟ دي تونه اللي هي البلاميطه. تونه امبارح اسمها بلاميطه، بس هي ماشيه هنا في مصر ان هي اسمها تونه. ما شاء الله. انما في السويس اسمها بلاميطه. دي امبارح كانت ب 70، النهارده ب 60. طب حلو قوي. وزنها قد ايه؟ معلش منها كام؟ كان ب 70 امبارح، النهارده انخفضت ب 60. وزنها قد ايه بقى؟ يعني 3 4. فالكيلو الكيلو ب 60 ولا السمكه ب 60؟ النهارده ب 100. الكيلو بقى ب 60. ده جمبري بقى صغير؟ معلش خلينا نرجع بس للتونه. قول لي سعرها كام للكيلو؟ دي النهارده ب 60 جمله. مع الاسعار انا بديك كلها، دي اسعار جمله. يعني الكيلو ب 60 يا نورهان ولا السمكه؟ الكيلو مظبوط. لا الكيلو يا استاذه رشا، الكيلو ب 60. يعني دي 4 كيلو في 60 ب 240 جنيه. حلوه على وزنها. حلو. طب نروح بقى للجمبري يا نورهان، طمنينا على الجمبري اخباره ايه؟ قول لي الجمبري. ناخد بس البولتي الاول بما انه قدام. امبارح كان جمله ب 80، النهارده جمله ب 75. وانا شايفه الباكيه دي فيها ايه؟ ده جمبري امبارح كان ب 130، النهارده ب 120. بس صغير قوي يعني. صغير اللي هو بتاع البيتزا والمكرونه سندوتشات. طيب خلينا نيجي كده بقى نشوف الجمبري الاحجام باختلافها باسعارها ايه النهارده. الجمبري ده النهارده يعني ده الوسط ولا الجامبو؟ لا ده الوسط، ده جمبري مجمد النهارده ب 400 جنيه. الفريش بقى فين الجمبري الفريش؟ حاضر. ده بوري النهارده ب 180 كبير. ده قاروص سعره زي امبارح ب 300. القاروص اللي جنبه ده سعره النهارده 300 زي امبارح، ما انخفضش. لا بلح البحر ده بلح، بس مش بلح بحر اصلي، يعني ده بلح كده بيجي مع السمك في الطينه بتاع بورسعيد اصلا ما بيطلع في الشبكه في الاستيار. ده كده هامور، ده هامور. على الهامور دي انا عايزه اشوفها، السمكه اللي هي منقطه تقريبا. اللي هي منقطه دي اسمها هامور. دي يجي سعرها عامل كام كيلو؟ النهارده يساوي 300 جنيه الكيلو. الكيلو غاليه السمكه دي، غاليه. في منها صغير برضك، في منها نص كيلو كيلو الا ربع. اللي تحتيها ده دنيس بلدي ب 300، اللي تحت الهامور بالظبط. هو في نفس ده والجمبري بقى اللي على الشمال ده جامبو دنيس بلدي ب 300، واللي جنبيها هناك دلوت، ده لوب بتاع دمياط ب 150 جمله برضك. السمكه
الكبيرة اللي جنبها الشبايات بردك بسعر امبارح ب 150 كبيرة ب 150. خلينا معلش نرجع للجمبري ده، انا شايفة ان هو تقريبا ده اللي طازة. ما هو ده، لا هو نفس الموضوع، ده طازة وده طازة يعني ده مجمد برضه؟ ده مجمد برضك، ده ب 350. يعني مفيش جمبري لسه طالع النهارده، كله مجمد؟ احنا بنقول على المجمد مجمد والطازه طازه. اه مظبوط. طب نورهان، هو لسه السمك والجمبري اللي بيجي من دمياط وبورسعيد لسه السويس ما اشتغلتش؟ ده مكرونه؟ عشان دي مكرونه بلدي مش مجمده. طب عايزين بس نسالك على حاجه، السمك اللي بيجي زي ما انت ما قلت مثلا المكرونه دي جايه منين؟ دي جايه النهارده من دمياط. من دمياط، حلو. يعني السمك اللي جاي من دمياط امتى هيجي بتاع السويس؟ يوم 15/9 ان شاء الله، اول الموسم ده، ميعاد كده موسم بتاع كل سنه. ده سمك اسمه بغبغان او حريت بتاع السويس. اه الكيلو عامل منه كام؟ الكيلو ب 150. يعني انا شايفه السمكيه اصلا كبيره. في منه الصغير، يعني في الكبير وفي الصغير، يعني حسب ما الزبون جاي عاوز كبير طلبه. يعني طب مش بنفرض ان احنا نبيع ده بس. اخيرا يا نورهان، قبل ما نختم معاكي، احنا عارفين ان احنا لسه بدري، بس اخبار الاقبال على سوق السمك ايه؟ طلبوا، في ناس عاوزه كبير، في ناس عاوزه صغير، فاحنا يعني الزبون بيجي بيختار اللي هو عاوزه. طيب خليني اخر حاجه هسالها لحضرتك النهارده، معانا الاقبال من الناس عامل ازاي على سوق السمك؟ والله الاقبال كويس، هو السمك شغال بحيث ان هو يعني الجو كده كويس، والسمك اليومين دول جاي طازه، يعني ما فيش حاجه بايته وكلام من ده، فكل يوم بيتغير. يعني امبارح احنا كنا مع بعض قلنا الاسعار، النهارده اتغيرت، فكل يوم عندنا عرض وطلب زي ما قلنا بردك في كل الحلقات، بنقول موضوع عرض وطلب. انا بشكر حضرتك. نورهان، نورهان انا عايزاكي تقفي زي الكتر الاولاني، مهم جدا لو تقولي لزميلك، لان كان في يافطه وراكي، انا اليافطه دي مهمه عندي قوي. فاكره الكادر الاولاني اللي انت ابتديتي بيه؟ فين؟ يافطه ان لتجاره الجمله. ايوه انا عايزه ابين موضوع تجاره الجمله. لا انا مش عايزه السمك، انا عايزه اليافطه، لانه دي اكبر مثال. معلش يا اسلام، اكبر مثال للناس ان احنا بنتكلم على تجاره، ايوه لتجاره الاسماك بالجمله. واضحه اهي، واضحه واضحه للساده. دي اسعار الجمله. يعني انا لو هروح النهارده للراجل اللي بيبيع السمك اللي السماك، الارقام اللي قالتها نورهان انت هتلاقي ارقام تانية خالص، عشان نبقى واضحين. انا هطلب من الساده المشاهدين حاجه، علشان نورهان عامله مجهود وبتقف وبتحاول تعرف اسعار كل حاجه. يا ريت على صفحه البرنامج، حتى على الفقره اللي عاملاها نورهان، اكتبوا لنا لو انتوا رايحين النهارده تشتروا سمك، السمك كان بكذا ونورهان قالته بكذا، فنبقى عارفين الفرق ما بين في سوق العبور بكام وما بين بره بكام. فالست تبقى بعد كده نورهان لما تسأل تقول له على فكره انت قلت لي رقم، بس الناس بتشتري بره برقم، هي ملهاش دعوه، هي الورقه اللي ماسكاها واخده الارقام رسمي من الناس، مش هي اللي حاطه الرقم ولا هي كاتبه حاجه، مش كده ولا ايه يا نورهان؟ بالظبط يا استاذه رشا، والله انا باجي من بدري الف السوق كله. عارفه والله، عارفه انتي تعبانه معانا في الاسواق. انا واخداها من بق التجار نفسهم. عارفه انا بقى، انا كل اللي طالباه من الساده المشاهدين على فقره اللي احنا عاملينها مع نورهان، لو سمحتم لو سمحتم حطوا اشتريته النهارده بكام، وهنقارنه باللي قالته نورهان بسعر الجمله، نبقى عارفين الفرق، لان كل حته ليها رقم. صح ولا غلط يا نورهان؟ بالظبط يا استاذه رشا.